أحد علماء الهند وكانت وفاته 1293 عن عمر لم يتم 50 49 سنة رحمه الله. اسمه الشيخ محمد قاسم النونوتوي. هذا الرجل ابتدأ عملا علميا عظيما جدا جدا، وأوله أنه رأى تدهور أحوال المسلمين في الهند، فكان يسأل الله تعالى كثيرا ويتضرع إليه كثيرا ويبكي كثيرا أن يوفقه الله تعالى لعمل علمي ينقذ به المسلمين من المستعمر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة كريمة يأمره بإنشاء مدرسة دينية، وخطط له مخططها على الأرض صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ الشيخ ورأى المخطط على الأرض كما رأى في الرؤيا، رآه في اليقظة، فعرف أنه إشارة نبوية، وقام بهذا العمل وافتتح المدرسة. افتتحها على طالب واحد وأستاذ واحد، ولكن كانت البركة في هذا بركة عظيمة جدا جدا جدا، ولا يعرف عدد المدارس التي تفرعت عن هذه المدرسة. سماها دار العلوم ونسبها إلى القرية التي أنشأها فيها، قرية ديوبند، فصارت تعرف دار العلوم ديوبند. ولكثرة خيرها وعطائها وفائدتها وانتشارها في الآفاق، صار علماء العرب يسمون هذه المدرسة أزهر الهند، أزهر الهند، دار العلوم ديوبند. مئات آلاف المدارس تفرعت عن هذه المدرسة، مئات الآلاف. وقامت النهضة العلمية جدا في بلاد الهند من وراء هذه المدرسة.